لكن شو تعليقك اليوم على بعض المسيحيين اللي بيحاولوا يعملوا التوازن بين نظرية داروين وبين كلمة الله؟ يعني بحاولوا يدمجوا اثنين مع بعض، يمكن على أساس نبين أمام المجتمع أنه إحنا شوي أزكى، يعني سمارت أكتر شوي. لا، الحقيقة الموقف ده موقف صعب جدا وغير علمي، لكن موجود، موجود يعني جدا. بحاولوا دلوقتي، ده اسمه ثيستيك ايفوليوشن، بيقولوا أن الله استخدم النشوء والارتقاء عشان يخلق. ده موقف مشهور جدا وموجود جدا. بس في الموقف ده لا بيرضوا الله ولا بيرضوا النشوء والارتقاء. ليه بقى؟ وبيطلعوا على الحالتين غلطانين. بالظبط كده. ليه بقى؟ لأنه النشوء والارتقاء يقول لك الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. لما تقول إن الله وجه النشوء والارتقاء، معناها إن أنت مش ماشي مع فكر النشوء والارتقاء. فهم لا بيرضوا يعني للشامي والمغربي، بالك؟ فالفكرة إنه الحق الكتابي يقول إن الله خالق، والخلق عملية معجزية، ما هوش عملية طبيعية. فده بداية مختلفة عن بداية النشوء والارتقاء.